وانتوا رايحين فين؟ والله احنا رايحين مشوار. فين؟ مش عارف. مش عارف. احنا عايزين نخرج وخلاص. والله ما عارف. احنا زي ما رجلنا. ده مناخيري. انت جايب مناخيري ولا انت جايب ايه؟ مناخيري. طبعا عايزة اقول لكم ان انا كل ما نفكر نشتري هدوم لازم نيجي على المحل دوت اللي انا هصوره لكم دلوقتي، لان دايما عنده حاجات مميزة، بيجيب بضاعة تركية. هو مكان، بصوا ميرال اهي فرحانة ومتحمسة، وهو مكانه في السياحية، وهنحط لكم برضو في الفيديو المكان بالظبط. عايزة اقول لكم البضاعة بتاعته لما بنشتريها تقعد بالسنة واكتر، وهي كأنها لسه جديدة. عندهم كل حاجة من اول الترنجات للهدوم الخروج، الهدوم فساتين سواري. طبعا ميرال اهي شبطانة حتى في حاجات الاطفال وحاجات الولاد. بنخش بنجيب كل حاجه من هنا، حتى الشراب، حتى كل حاجه. وانا محظوظ ان النهارده لقيت حاجه ليا برضو. انا وميرال جبنا نفس الموديل وهنطلع بيه مع بعض في اخر. شايفين انا وميرال نفس الترنج، بس هو اكيد احلى عليا. فاحنا دلوقتي هنعمل حوار مع الشخص اللي كل ما اجي هنا يخليني اشتري بدل الحاجه 10 15 حاجه كده. فتعالوا نشوف ايه السر بقى في المحل ده. اهلين، كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ وسام. وسام، قول لي يا وسام بقى ايه حكايه المحل دوت؟ ايه نوع البضاعه اللي انتوا بتجيبوها وليه حاجتكم مميزه؟ هنجيب بضاعه تركيه وحاجه كويسه، حاجه القماشات كويسه. طب وانت جايب الشطاره دي منين؟ كل ما اخش اقول لك هاخد حاجه تطلعني شايله حاجات كتير. انت علم من بوي. كام سنه؟ انا عمري 13 سنه. ما شاء الله عليك. طب انت ممكن تقول لنا اسم المحل والمكان بتاعه عشان اللي حابب يجي يشتري؟ اسم المحل وسام. وسام ده على اسمك؟ طيب وقول لنا بقى فين مكان المحل؟ محل سياحي في جنب حلويات الاجوال. طيب ممكن بقى تيجي كده تفرجنا على البضاعه كده تقول لنا فكره عنها؟ نبدا بالقسم ده؟ طبعا. يلا قول لنا مثلا هنا الانواع، الاسعار، البضاعة الجديدة. البضاعة الجديدة هذه 280. ده بعد الخصم ولا مفيش خصم ولا ايه؟ لا بعد الخصم. ده كده بالخصم؟ اه. امال قبل الخصم كانت ايه؟ كان 350. طب وانت الخصم ده هيقعد فترة قد ايه؟ لا بيقعد زي ما هو، مش هغيره. يعني لحد مثلا نهاية الشتاء كده؟ اه. طيب حلو. وهذا حتى هو نفس كله 280، حتى في الزرار. حلو الاحمر ده عجبني انا من بكري قلت لك. يفتح هيك، يفتح زي كده. ما ميرال شبطانه فيه. بص ميرال واقفه لي يعني ما كفاش اللي انا جبته. طب حلو قوي. وطبعا في موديلات الحاجات السواري وبتاعت الافراح وكده، موديلات كتيره جدا جدا، كل الاذواق، يرضي كل الاذواق. طب والولاد بقى ايه، ما لهمش نصيب؟ ولاد فيه بدلات تك. تعالى ورينا حاجات الولاد. ده عايز عريس ده، صح؟ طيب حلو قوي. حلو قوي. والاسعار ايه؟ هذا ب 350. اسعاركم غاليه يا وسام. هذا سعر. حلو قوي. هي على قد جوده الحاجات، لان حاجاتكم حلوه وبتقعد سنين وكانها لسه جديده يعني. حلو قوي. طب واخبار بقى الحاجات التوتة والحاجات التانية اللي احمد بيحبها دي؟ وفين الموديلات الجديدة دي؟ الجديدة؟ لا. فين الجديد؟ طبعا المحل ما شاء الله في كل الالوان، كل الاذواق. ده الجديد. حلو قوي. وفي بقى مقاسات ايه يعني، الاعمار ايه اللي ممكن نشتريه من عندكم؟ 19 لحد عمر 10 سنين واكتر كمان، صح؟ لا يعني انا شايفه انت هم الجديده. في الجديد، لكن انتوا عامه الموديلات اللي عندكم بتكفي اعمار لحد كام؟ ل 16. انا خدت من عندكم حاجه على فكره. ده في النسائي بس يعني، في حتى الرجال لحد XXL، صح؟ طيب حلو قوي. والجنسات حتى هي، والبنطلونات الوان وموديلات مختلفه، حتى عندكم الشرابات، الشخاشير، صح؟ والحزمه وشنط البنات. يعني اللي يخش هنا يطلع جايب كل حاجه، ويخش يجيب الشوزات من المحل اللي جنبه، صح؟ انت ايه رايك في الحاجات اللي هنا؟ عجبتك؟ انت خدتي كام حاجه؟ ميرال عماله تعبي مش بتعد.
شكرا يا وسام، وربي يوفقكم ان شاء الله دايما من نجاح لنجاح، وتفتحوا حتى فروع تانية ان شاء الله. عايز اقول لكم دي الحاجات اللي احمد امبارح اختاروها، في حاجات لسه كمان في الكيس. اتفضل. وميرال واحمد طالعين وجابوا حاجتهم، وهتقولوا ايه بقى في نهاية الفيديو؟ ودي كان نهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك سبسكرايب كومنت وشير. باي 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 باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.